بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس ويس 17 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. درسني عدان نفذاد يون الموضوع اللي هو تشريع الأحكام بعد الهجرة النبوية. أساقي أنكمل إن شاء الله تعالى التشريع الثاني، وهو تحويل القبلة. تحويل القبلة، النبي عليه الصلاة والسلام يهجر المدينة المنورة يزول شهور، شهور يعني 16 17 شهر إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس يعني إلى المسجد الأقصى الجريح الأسير إلى فلسطين. يونواس وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام دائما السيرهم باش تحول القبلة السيرم إلى إمام الموحدين إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل اللي هي الكعبة الشريفة، هي قبلة النبيين وعلى رأسهم إبراهيم الخليل. ذا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل، يدعو الله عز وجل أن تتحول القبلة إلى الكعبة المشرفة، وهي قبلة إبراهيم الخليل وغيره من النبيين. يونس النبي عليه الصلاة والسلام يروح ديزور أم بشر بن البراء، تجي في بني سلمة، ماشي سلمة بكسر اللام، بني سلمة. يبض الوقت نزالي ثنطهور، رفع الأذان، طبعا الأذان توري لا، رفع الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام يزول ذي الجامع الني ذي المدينة المنورة، معروف كل زائر للمدينة يزران دايلا ومقارن مسجد القبلتين، مسجد القبلتين. يزول طهور إماما بأصحابه عليهم الرضوان، ومن بعد يزول ركعتين سنه ركعات الطهور، ونزل جبريل سلوحي وهو يصلي، سيتظلى ينزل فلاس الوحي باش يبدل القبلة، فاستدار مباشرة إلى الكعبة المشرفة بمكة. يعني سنة ركعات مزورة من طهور إزولي ثنتر بيت المقدس، سنة تياغ من طهور إزولي ثنت إلى الكعبة المشرفة. أكا الجمع أني يتوسنا السا اسم مسجد القبلتين أرسا، وكذا كي دي حجة غادي بين العمرة روحنا للمدينة المنورة بلا شك ظلا ذينا ذي مسجد القبلتين. وقدر الله أن يكون ذلك في صلاة الظهر، ذكرنا فيما سبق أول صلاة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الظهر، أول صلاة ظهرت، وعند التحويل أيضا في الظهر. يعني فظل الثمز وروث يقزل النبي عليه الصلاة والسلام أكث جبريل اسمي سيس المذة اسمي سيس حفظ فظلي في الظهر، ماشي العصر ماشي الفجر ماشي المغرب ماشي العشاء، ذو الظهر. لذلك يسميس الظهر، يسميس الظهر سنة السبات، السبات مزوالوث أخطر تصلى في الظهيرة ذي الوقت، يعني نسبة إلى الوقت وقت الظهيرة. السبات في سنة أول صلاة ظهرت ذنساث يتظليث ثمزوالوث إيدي ظهرا، لذلك يسميس صلاة الظهر. طيب ابن حجر الحافظ ابن حجر يناد فظليث ثمزواروث إيقظول نفيس داري سلامة غالكعبة المشرفة ذو طهور سنة ركعات ثين قورة، خطر سنة مزورة بيت المقدس الفلسطين سنة ثين قورة نطهور إزوليثنت ذي مسجد القبلتين ذي نقدر التحويل ظهرا. ولكن أول صلاة صلىها بالمسجد بمسجده بالمسجد النبوي هي صلاة العصر، بعد يروح سي بني سليمة يزول طهور ذي نمكة السلام ذي نقدر التحويل القبلة، أم بعد يروح الجامع ينس الجامع النبوي ذي الوقت العصر ذينا يزول النبي عليه الصلاة والسلام أكل الصحابة فظلي التمز والوث اللي هي فظلت من العصر إلى الكعبة المشرفة، القبلة
قبلة المسلمين وظلت وستظل كذلك إلى أبد الآبدين. أكا ألمثل يردونيث يوكث ظريث جنس المن مرة غالكعبة الشريفة. طيب ثورة أدنوي بعض الفوائد، بعض الفوائد منها التشريع. الفائدة تمزولو تنظر باللي امتحان، تحويل القبلة امتحان للمسلمين، امتحان للمشركين، امتحان لليهود، امتحان للمنافقين، امتحان يكو إن سلمن امتحنوا. لان وجاذ يعني قليل السجسن يرتدوا من نسم شكي فول مريت في الديل لا نزل كان ولا نزل لك. وكذاكي أصحاب الإيمان الضعيف، الإسلام الضعيف أكا وثقي تأخذ النموذج هذه قيمة كلمة يردوني بلك تفضي وأن ما يسعى ما يحوز طوموبيليس تجريطة هذه تظلي يطوم بتجريطة بيضة رمي باسا خامة إيهو صافي مشي كي إذا هيك يشد العبادة ينسر الفار نار طوموبيل الخسارة التجارة ما يربح ذي تجارة يتظل بها ما يخسر ذي بطل الله غالب. هذا هو صفي. لذلك الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يزداد وينقص، الإيمان يتسنرني إلى يضعف صفي. من بعد أمرنا في كغد أول له كيف نجدد إيمانا، إما بلقائكم باللقاء، إما بقولكم لا إله إلا الله، إما يعني إرشادات نبوية شريفة جليلة تبصرنا وتعلمنا وترشدنا إلى أسباب وعوامل زيادة الإيمان وتقويته. إذن ولكن المسلمون مجهد الإيمان سمعنا وأطعنا هكذا آمنا به كل من عند ربنا كما في سورة أوائل سورة العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. آمنا به كل من عند ربنا أما قفل من بعدما كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. المشركون أشو سنان أسقرن كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. أسقرن رجوث كان ندم يفدل القبلة أدي يسوس يفدل من الدين أدي يغلى الذي عبد المكني يزرى النياك ولي كان المشركين لا عجب على بالك إيه سقر من الدين قالت يجي الإسلام وبيان سور هذاك الخني وقال يسعى الإيمان ضعيف أسقرني هو أن رجو كان إهمالا أن رجو كان غادي ميديو غال أغدي في دين ميديو غال أغدي في دين فنصراجو وطبعا هذا بالنسبة للمشركين. بالنسبة لليهود أشو سقارن إن ناس خالف قبلة الأنبياء نسي يخلف الأنبياء يخلف القبلة الأنبياء مجورة. بالنسبة للمنافقين أشو سنة منافقين ذا خرجها جديدة ناس إذا كانت القبلة الأولى هي الحق يعني بيت المقدس نساتي الحق إجات فقد ترك الحق. ننس ميلا الثانية هي الحق ميلا ذي الكعبة يتسيد الحق فقد كان على باطل. بابا خطير على بالك في ثلاث وار نفاق منافقين بس نفكا ربما كان استهلكني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما إلا بيت المقدس القفلة ثم زواروث تسينا ذي الحق صافي إلا على باطل صافي أي غير سجا يجا الحق يغلغ الباطل. ما إلا العكس تساقي قلان الكعبة ذنسة الحق صافي
أين كيزول يزول على باطل. وفي كان بعد أسئلة أخرى سقارتها زاري ثنوني هو يوان كان أي نسلم أين الظلم كزيك يروح يفضل أخطر الظلم على الكعبة إلى تصل. المهم الشبهات ربي، لذلك ربي قال وإن كانت لكبيرة لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم سبحان الله العظيم وبحمده. الشبهات دائما مطروحة. أرسى أقل غدي 1437 للهجرة أقل، يعني شحال قرن قاعدا مازال الشبهات خدمت في جنس المن. ولاش ذا شبه الدن العقيدة جنس المن الشبهات. الشبهات كاس نتسقر كاس نسلى كاس نسولون الا ما تفضي ولكن ما كاش منها غادي يبطل. ذا الا وين نظن ان هذه الشبهات تتجدد، بمعنى الزمرة ديال سي وناس ديوي موضوع تحويل القبله خاطي فينا من كوني خاطي نتاك تضري نسلمني مزوره مثال داون الشبهات في جديدين. وفي النهايه باش هذو الغاشي ينسلم اصلا تروح الثقه في الدين نسن ادغى الضعف وهكذا. هذه بالنسبه للفائده. فائده النظام سرعه استجابه الصحابه. الصحابه المسلمون المخلصون استجابوا لامر التحويل دون تردد او تساؤل. ولا شو قطفنا كذي لي ووال على بالكم شو واش كاين شو يضران خاطئ يمتثلون ان ربي خدمتك نخدمك سعى الثقه في النبي عليه الصلاه والسلام امنوا به وصدقوا. وهذا الذي يجب ان يكون الاخبار عن امر غيبي. خطر نزلت الايه سوره البقره الايه 142 سيقول السفهاء سيقول، يعني هذه الايه نزلت قبل تحويل القبله معناه اخبرت النبي عليه الصلاه والسلام بامر غيبي سيقع وقد وقع. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سوره البقره الايه 142 وقد وقعت كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في اي القران. ولكن سبحان الله ادنى وذاغ الفايده نظن مباشره انه جوست الايه اللي بعدها في سوره البقره شو ديسم بعد وكذلك جعلناكم امه وسطا، يعني ماشي امه متطرفه، امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ذلك المفسرون كلمه الشهاده انك لا يمكن يولد الشهد ما الا غائب، لا يمكن الشاهد القدير يحضر. ولكن دي الامور البسيطه دي التجاره انا دي التركه انا دي البيع والشراء الى اخره الى قمد الشهد الى قصد تحضر دي الحضر غليغ ما لا يوني غاف وليس على حق الشهد. الشهاده تقتضي الحضور. فسد جزء بعد هذه الايه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ايضا ابراز مكانه مكه يعني تحويل القبله ذا شو نستفيد؟ باللي مكه سعام مكان سعلاي فهي مهبط الوحي. مهبط الوحي ذي مكه هي منطلق الرساله. نسيت ذا الرساله سياره سي مكه اقرا باسم ربك. اذا هي مهبط الوحي هي منطلق الرساله هي مقصد المسلمين جميعا. أفئدتهم قلوبهم تسبق أبدانهم. مكة المكرمة أحياء وأمواتا ما إلى حيين أنزل القبلة إما نموت كيف كيف لكن قبليث أنزل فلاس قبلة نقبل ونزل فلاس القبلة وزيد مثلا نطلع الدفن نقبله إلى آخره. إذن هذه بعض الفوائد المستفادة من تشريع تحويل القبلة من بيت المقدس فلسطين إلى الكعبة المشرفة مكة المكرمة. تشريع وثلاثة تشريع الصيام. ينزل الصيام ذا فرفذن تشريعات نزلت تشريع الصيام أكدنا ربي سورة البقرة
إناد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ذينا مدينة كتبة معنى فرضة ذينا الفرض ينس وسبحان الله فرض ربي الصيام في سلمن ذوك سقاس ويسين من الهجرة وذوك أقول شعبان شعبان جزت بعد ثير رمضان يعني ذوك أقول شعبان سنة ثانية الهجرة سقاس ويسين إدنزل ربي الآياجي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية 183 من سورة البقرة يأكدنا رب سبحانه فرض الصيام الله يبارك وطبعا لقي تشريع مدينة على الذي كما كتب عليهم من قبلكم يعني أمة موسى أمة عيسى يعني كاين صيام ولكن ماشي بالشكل هذا اللي راه كما يكون الصيام شهر كامل لا وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعض الأيام قبل نزول الآيات آيات الصيام التي فرضت فبالتالي ولكن يصوم لذلك بقيت في شكل نوافل يتصوم الاثنين ثقيم ذي النافلة يتصوم ثلاث أيام ذقوقور ثغر ذي النافلة وهكذا ولكن ماذا قور الفارضة ذا قور رمضان أما كالسلام الآية تنزلت ذقواس ذقوقور شعبان ذقواس ويسين من الهجرة النبوية طبعا فوائد الصيام تعرفها كامل يسعى فوائد إيمانية يسعى فوائد تربوية ترفقة ميلا طبعا ميل السلم أوزان رمضان أكله دي فرض ربي سبحانه مبلا شك مدرسة بجميع المقاييس ذي المدرسة ستاج براتيك الله يبارك الإيمان أذي النرني الصلة بالقرآن بالوحي أتجهد ولش إنسلم ونسعر الجهد ينس العلاقة ينسك ذي القرآن ثقوة ذي رمضان يرشوت ضواطاس يأكل القرآن قرنكم الدنيا لأنه قال في ختم أربعة ويختم ثلاثة وخمسة ويالخطرة والنفس المهم الناس تتوثق صلتهم بالقرآن الكريم خاصة في شهر رمضان المعظم شهر القرآن إذن لانت مقاصد إيمانية مقاصد تربوية صرفقة صرفقة على الانضباط على معرفة النعم تاع ربي سبحانه عز وجل لأخير لأخيره وكذلك مقاصد صحية يتزمرتنا لأن سيد الكفار الطبان سنس قرنو زمث على جال كان الصحة على جال تزمر تنسم إذن هذا ثابت علميا الآن الله يبارك ما شاء الله ومقاصد اجتماعية طبعا مدرسة الصيام تحقق كثيرا من المقاصد أدنغال تشريع الزكاة تشريع الزكاة وجيوك تشريعات نزلت يعني بعد الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة ولكن قنزريث مثلا هناك آيات نزلت في أمر الزكاة في العهد المكي مثلا في سورة المزمل الآية 20 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثاقي تنزلت ذي مكة المكرمة ولكن شغل تشريع عام دعوة إلى الصدقة يعني وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ربي في كيوند الأرزاق كنوي نفقف بلا حدود صدقين من زمر صدق صافي الاهتمام بالمال وبالصدقات موجود حتى في القرآن المكي الذي من خصائصه أنه ما كانش فيه تشريعات كما في القرآن المدني كما ذكرنا ولكن كأنه أصل الإنفاق ورد في القرآن المكي وتفاصيل الإنفاق وردت في التشريع المدني الذي عرف بالتشريعات في غادي نغبلي لانت اللايات إذن زلن حوالي ثمانية آيات قلان ذي مكان المكرم إذن زلن قبل الهجرة أتسمسين طرف الزكاة ولكن بشكل عام جلوبال بشكل عام كمجمل طيب باش نسلم صدقان سعون الخير هو الفن الإنفاق إلى آخره ولكن بعد ذي العهد المدني السنة الثانية دائما للهجرة ولكن هذه المرة متى؟ في شهر شوال
دي شعبان ذا رمضان دي نزلن دي فرضن يتسو فرضت رمضان وصمنين سلمان ذي شوال تنزل الآية الآية منها قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة الآية 60 إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها هذوك الأصناف ثمانية ثمانية الأصناف ني يستهلن العشور من المد نزلت الآية كي تنزلت ذي شوال أقول دي سنة بعد رمضان ذي السنة في السنة الهجرة ذينا تفاصيل وكما في سورة المعارج أيضا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق معلوم للسائل والمحروم يكل آياتي نزلت بعد الهجرة النبوية يعني في شهر شوال وما بعده نزلت آيات نتاع الزكاة خطر ماشي آية واحدة مجموع الآيات 30 آية تقريبا 8 نزلت دي المكة 22 نزلت دي المدينة المنورة آيات نتاع الزكاة واقتران الصلاة بالزكاة كما في سورة البقرة الآية 110 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وطبعا الاقتران له دلالة بين الزكاة والصلاة باش نفهم باللي الزكاة ذو التمس الصلاة تيستمثل 27 مرة كان اقتران مباشر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على طول اقتران مباشر باش نفهم باللي الزكاة تسعى القيمة ثم قران وهي الفريضة في الثلاثة بعد الشهادتين والصلاة ثم تأتي الزكاة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبعدين دي الصيام وبعدين أداس حج البيت وإن كان الصيام فرض أولا ولكن إشارة باللي الزكاة قد سعى القيمة هي عبادة مالية واجتماعية عبادة مالية معناه وعاؤها المال أما ذي المال ذي زقاران ذي رذن ذي مزين ذي ذريمان كلش تجارة إلى آخره في قال قرص أنت أوعية الزكاة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وبعد النبي عليه الصلاة والسلام يفكر التفاصيل صافي ينزل القرآن دينار في الزكاة وسن التفاصيل ذي نسيغ دي فقنن أوعية الزكاة أصناف الزكاة مقادير الزكاة أمشي رزر باللي قد سفوض الذهب شحال ذهب ذن في غدينا إن أكمل إنسان 20 مثقال 20 دينار سلميزان بوسا 85 غرام للذهب يزيد في لاسوس كواس نغ أذريم يعني قدار 85 غرام من ذهب في كذا يكون سنة دي السنة هذه السفة ربع العشر يعني 2.5% 2.5% ميلة الفطة 200 درهم يعني سلميزان بوسا 595 غرام من الفضة يوك التفاصيل يوك سنتدي للسنة النبوية إذن فقط بشديني غيث مثلا في الخاتمة تشريع الزكاة نزل في شهر شوال من السنة الثانية الهجرة ونزلت تشريعات أخرى منها تشريع الجهاد تشريع الجهاد أيضا نزل هذا ما سنبينه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى كمقدمة لغزوة بدر الكبرى كمقدمة خطر تأتي غزوة بدر الكبرى وفيها أحداث مهمة أتصل نسل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في النهاية أدينا باللي التشريعات نزلت بتدرج ولا ودنزين ترغ فيكت في مفريد خاطر إطاب بار إطاب درجة بدرجة وتجلس حكمة حكمة ربانية صافي إذن فغادي نغب اللي من خصائص التشريع الإسلامي نهضر في التشريع من خصائص التشريع الإسلامي التدرج في التشريع هثن نلوحظ من ذي العبادات ودنزل تلاف ثكلت لأن القرآن نزل منجما وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة الكفار أسقر لوكان لقران إذ ينزل فنفيس الله عليه السلام يوثن تيكت أنا منيس
نسني هو يسن كان أما يسد أون غرون أون ديتاي يوين يوين ولكن ربي راه يسن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ورتلناه ترتيلا بمعنى ربي قدر باش ينزل شوية شوية من مقاصد التنزيل المنجم المفرق على مدار 23 سنة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكاين مقصد آخر التدرج في التشريع، يعني ربي سبحانه يتربي الأمة شوية شوية إطار إطار درجة بدرجة، ينزل الأذان طبعا قبل تظلي، ثم بعد الأذان من بعد الصيام من بعد الزكاة وبعدين الجهاد وبعدين ديال الحج وهكذا يوث يوث. لكي نستوعب تدرج لابد من بعض الأمثلة الأخرى. صافي ذي العبادات أثنى السلام، العبادات يوث 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 درجة بدرجة هكا. أنو قال ذي 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 المعاملات، ذي المعاملات كيف كيف أتفض مثلا موضوع ال ما عليش نكش داخل الأسرة موضوع العدة قفل ثم طوث ميموث ورقازيس تسعة سقواس العدة لابيرود نثقي مكني تسعة سقواس أبري تنزل الآية يدينا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ثغال أربعة أشهر وعشر أيام ثم طوث الأرمال الله فوفة تقيم أربعة أشهر وعشر أيام ذي العدة بجموث ورقازيس بعد أربعة أشهر وعشر أيام تسعة لحقات عود الجواج لحقيس عادي هكا. ولكن العدة في اللغة سكوست تغل أربعة أشهر وعشر أيام ذي الميراث ولاش للبداية كان عن طريق الوصية، وصية يعني يولد يجد استعمار كن يجبغى الوصية مولى للأقارب الدرية وصي أبري ينزل تشريع الميراث ذي سورة النساء الآية السابعة وما بعدها ذي النام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدينا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني قبل كل يوم يسعى الخير أثي فرق نغاثي فضو يوجذي سالوصية هذه وصي وخلاص. ولكن مدينة ينزل تشريع الميراث للرجال نصيب مما ترك الوارث والأقربون المدينة فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يكفى ووال ذاين إناد إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث كل يوم ذيوي أموريس ما لحقي سكن قلا ذي القرآن. وكذلك في أمور أخرى كثيرة تشريعية في التجارة في كثير من أمور في أمر الربا إلى غير ذلك. سبحان الله أن حفظ يوم درس ربي مدي خلق الدونيث وتدي خلقها ضربة واحدة يخكى في درجات وإذا ودي يخلق ذي مزورة ماشي ذي نكري ماشي ذي البشر وقي موضوع داخل في الإعجاز العلمي ماشي ذي البشر دي خلق ذي مزورة. القصة طويلة ماشي ذي نحكي كل وقت ثاني عدا ولكن المجموع كامل يخلق في ست أيام صح كما في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سورة قاف الآية 36 نتعلم التدرج، التدرج ولكن في مدينة التدرج ماشي المعنى يس أنه نكون إذا تدرجت ورسين يخدم سالوصية بار يخدم سالميراث لا. التشريع قد اكتمل في حجة الوداع بعدها نزل قوله تعالى في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. صافي الدين قد اكتمل عقيدة وعبادة وتشريعا وأخلاقا كل شيء اكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسلام عليكم ورحمة الله.